عرضت اليوم وزارة الصحة العامة حصيلة البرنامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم 2016. كان ذلك في مناسبة رأسها الأمين العام لوزارة الصحة العامة الدكتور محمد حامد جبر. التفاصيل لدى إبراهيم محمد موسى. بهدف عرض حصيلة كافة البرامج والمشاريع المنفذة للعام المنصرم 2016 لوزارة الصحة مع المنظمات العاملة ميدانيا في إطار تحسين الأوضاع الصحية بالبلاد، تجيء هذه الجلسة لمناقشة ومكافحة الأوبئة والأمراض الفتاكة التي لم تعد تعرف أعراضها بعد والوقاية منها كالأمراض المستعصية. في كلمته أمين عام لوزارة الصحة أشار إلى خطة الحكومة الرامية لمحاربة الأمراض الوبائية 2016-2030 مع شراكة العالمية من أجل الصحة. 23 برنامج وطني لمكافحة الأمراض الخاصة مع شركاء وزارة الصحة، أخذوا الاجتماع ده عشان يشوفوا المرحلة اللي قطعناها في السنة دي، وبعد ما شفنا المرحلة اللي قطعناها في السنة دي نشوفوا شنو التحدي الجديد. وننوه إلى أن عرض حصيلة 2016 يساهم في تخطيط العمل الصحي مع شركاء البلاد وتنفيذ ما تبقى من إعداد خطط للمشاريع الوقائية وسبل تقليص الأمراض بالبلاد.